وبشأن انسحاب أمريكا من هيئة حقوق الإنسان، معنا من لندن دكتور محمد جميل مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان. مرحبا بك دكتور محمد. الانسحاب الأمريكي إذن من مجلس حقوق الإنسان، كيف تقرأه من الناحية القانونية؟ يعني من الناحية القانونية والإجرائية والعملية والواقعية، هو تعبير أولا عن فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إخضاع مجلس حقوق الإنسان للأجندات الأمريكية المتناصرة لإسرائيل، وهو نيك هيلي التي بدأت عملها بتهديد أعضاء المنظمات الدولية بالقول أننا سنسجل كل أولئك الذين يطرحون مشاريع أو قرارات أو يصوتون حتى مع مشاريع أو حتى يمتنعون عن التصويت في مشاريع تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية لنصرة إسرائيل. هذا فشل ذريع لنيكي هيلي التي سجلت وفشلت في مجلس الأمن، فشلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفشلت الآن وتوجد فشلها اليوم في الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان. علامة تدل اللهجة الهجومية دكتور محمد، علامة تدل اللهجة الهجومية العنيفة التي استخدمتها مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هيلي عندما وصفت منظمة حقوق الإنسان بالمنظمة المنافقة؟ طبعا اكبر منافس هو الولايات المتحده الامريكيه ونيكي هيلي التي يعني هذه النبره تعبر عن العزله الحقوقيه والقانونيه التي تعيشها الولايات المتحده بسبب دفاعها المستميت عن اكبر مجرم في التاريخ الحديث وهو اسرائيل. فهذا يعبر عن عزله الولايات المتحده الامريكيه وعدم قدرة دبلوماسيتها على إقطاع الدول بالمال وغيره. أخضع كثير من الدول بالقوة العسكرية، لكن هذا ملعب لا تستخدم القوة العسكرية. القانون واضح، كل من يرتكب جريمة يجب أن يدان، وإسرائيل ارتكبت جرائم كثيرة يجب أن تدان، وهذا ما فعله مجلس حقوق الإنسان. مجلس حقوق الإنسان لم يتبلى على إسرائيل وغيرها من الدول التي يعني تناصر الولايات المتحدة الأمريكية أو حليفا للولايات المتحدة الأمريكية. إذا لاحظت أن نيكي هيلي شنت هجوما على فنزويلا وغيرها من الدول لها أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، هي لم تكن الهجوم لأنهم ينتهكون حقوق الإنسان في دولهم، لأنهم هم حقيقة ينتهكون حقوق الإنسان، لكن لهم ضوء من القضية الفلسطينية، مناصر للقضية الفلسطينية ضد قرارات الولايات المتحدة، فهم من هذه الزاوية. وإلا في مجلس حقوق الإنسان الكثير من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وهي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن أوكي مدام هم ينتهكون حقوق مواطنيهم، يقتلوهم وهم لكن لا يقتل إسرائيل، هذا شيء يعني مسموح به وليس ما كان. إذن دكتور محمد، للولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي أكد أن انسحاب واشنطن من المجلس يهدد دورها الدولي، ما الموقف المتوقع من الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الكبرى تجاه هذا الأمر؟ هل فعلا أن الانسحاب هو من ثمرات سياسة ترامب؟ طبعا بالتأكيد هذا الرجل الأرعن طبعا اتخذ قرارات غير حقوقية تناهض القانون الدولي على المستوى الداخلي، اتخذ قرار وترجع فصل الأطفال عن المهاجرين عن آبائهم وأمهاتهم، هذا لم يفعله الناس في أي حقبة. اتخاذ قرار بنقل السفارة الإسرائيلية إلى السفارة الأمريكية إلى القدس، الاعتراف بسيادة إسرائيل على هذه المدينة المحتلة. الولايات المتحدة الأمريكية تعيش عزلة متزايدة مع جيرانها حتى كندا، بخصوص تعرف إشكال الاتفاق النووي وإيران وغيره. يعني هناك
تصاعد شديد. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية ذبحت الناس نعم دكتور في محمد. المناطق وشنت حروب كثيرة، والآن تتجه نحو العزلة، يعني ممكن باتجاه دفع أشكرك ثمن دكتور محمد. هذه الانتهاكات الحقوقية المتعددة. من لندن دكتور محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، شكرا لك.